مع صالح الخالدي وجلال خويطري. تحدث اسمع الدنيا ونادي للعلا هيا، تواصل وصلنا فن وكن في المرتبة العليا. تحدث اسمع الدنيا ونادي للعلا هيا، تواصل وصلنا فن وكن في المرتبة العليا. برنامج فن التواصل مع صالح الخالدي وجلال الخويطري. فن التواصل، فن التواصل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أعزائي المستمعين، حياكم الله إلى برنامجكم فن التواصل، وموضوع حلقة اليوم كيف ننمي ثقتنا بأنفسنا. إذا سألت نفسك عما تفقده مما عند غيرك من الناجحين، فإن الجواب سيكون حتما لا شيء. ومن يتخذ قراراته بنفسه فهو دائما ما يبني دار مجده بيديه. ودائما ما نقول أن أم النجاح هي الثقة بالنفس، وأما أبوه فهو العمل بتلك الثقة. هنا السؤال، كيف يعني كل الناجحين يعني يعطون أنفسهم درجة جيدة في الثقة بالنفس؟ ونجد الأشخاص الناجحين يملكون قدرة أفضل على إسقاط الحواجز المصطنعة، فهم يركزون على أنفسهم ومشاعرهم ومهنهم، ويعودون بذلك أكثر انطلاقا لتحقيق ذواتهم على مستوى القمة. فكيف ننمي لدينا الثقة بالنفس؟ هناك مجموعة من الطرق تنفعنا في ذلك. أولا، ألقي بنفسك في معترك الحياة، حاول أن تدبر أمورك بنفسك دون أن تترك التعاون مع الآخرين. يعني هنا الفرق واضح بين من يستعين الإنسان بالآخرين وبين أن يعتمد عليهم حتى يتخذوا له قراراته. من يتخذ قراراته بنفسه فهو يبني دار مجده بيده، أما من ينتظر الآخرين حتى يتخذوا له القرار فإن انتظاره سيطول بلا طائل. يعني قد يقول قائل، كيف أكتشف قدراتي وطاقاتي؟ أقول الأمر سهل، ألقي بنفسك في المصاعب حتى تكتشفها، وتذكر أن طاقاتنا مثل منجم الذهب لا يمكن الحصول منها على شيء إلا إذا استخرجناها من أعماقنا. وهذا أيضا بالضبط ما فعله أحد الأشخاص. طبعا في فرنسا أنشأ رجل فرنسي مدرسة مهمتها هي زرع الثقة بالنفس في شخصية تلاميذها. يعني يقوم كل عام 250 طالب من طلاب السنوات النهائية بالمدارس الثانوية في فرنسا بحلات نائية، ومع كل منهم مبلغ يعني حوالي 17500 فرنك فرنسي دون أن يصحبه والد أو معلم أو مرشد. يرحل كل منهم بمفرده ولا يكتب إلى أهله، يسألهم العون فيما يعني لو نقص لديه المال. هذه تجربة جميلة في مسألة أنك تلقي بنفسك في معترك الحياة. ولا بد من أن تستغرق رحلته هذه، رحلة الطلاب، ما لا يقل عن 30 يوما كاملة. فبعض الطلاب ذهب بمغامرات، يعني يذهب مغامرات خطيرة إلى أوروبا، بعضهم يذهب إلى أمريكا وكندا، وبعضهم يتجول في أقاصي شرق أفريقيا، وكان لديهم فقط هذا المبلغ اللي هو يعني 17500 فرنك، اللي هو لا يتجاوز ممكن 5000 ريال عماني، ليكفي الفرد منه مدة طويلة. فكان لابد لهؤلاء الصغار أن يعملوا يتمكنوا من الحصول على الغداء والمسكن. فمنهم من اشتغل عاملا في منجم أو مزرعة أو على ظهر باخرة أو في مطعم يغسل الأطباق ويقشر البطاطا، ومنهم من كان يعطي دروسا في الفرنسية أو يعمل في محطة للبنزين. ويعني لدرجة أنه يعني تذكر مدرس هذه المدرسة أو مؤسس هذه المدرسة يقول، اضطر أحد الطلبة بعد أن ضاعت كل نقود أن يعمل مرشدا لأحد السياح، وألف ثلاثة من الصبية كتب عن رحلاتهم ومغامراتهم. وأحد الطلبة اضطر أن يسير حافي القدمين 50 كيلومتر على الثلوج في شمال السويد بعد أن احترق حذاءه. فيقول أحد المشتركين بهذه الرحلات، لقد اكتشفت كفاياتي تماما أثناء هذه الرحلات، إذ كان علي إذا واجهتني مشكلة أن أصمم على رأيي ونقطع به فورا وأن أكون جريئا وننجح. والعجيب أني نجحت بالفعل. نحن لما نتكلم عن مسألة أن ترمي نفسك في معترك الحياة أو في المصاعب، هذا لا ينفع لشل الشباب وحدهم، إنما أيضا العجز أيضا. يعني هناك قصة لسيدة في 80 من عمرها واجهت خيار صعب بين أن تنتقل إلى دار للعجزة وبين أن تبقى في دارها وليس فيها أحد. يعني كان من السهل أن تختار الانتقال، يعني سنها واقع لا مفر منه وكانت صحتها متدهورة، ولكن هي لما وازنت بين الاثنين آثرت يعني أن تعيش وحدها على الأمان في دار العجزة. وطبعا هذه المرأة كانت تسير حياتها بنفسها بمساعدة بسيطة من أصدقائها،
تدير شؤونها. طبعا هذا الغرب لا يملكون ما نملكه نحن من يعني مسألة الابن أو الشخص إذا كبر يقوم بأموره بنفسه. فأيضا نحتاج أن نتخذ دائما قراراتنا بأنفسنا. إذا لا يمكنك أن تقرر نيابة عن سواك ولا يجوز أن تدع سواك يقرر نيابة عنك، يجب أن تفكر لنفسك وأن تكون ذاتك. وإذا لم يؤدي قرارك إلى نتيجة فإن مجرد القيام بعمل يفتح آفاقا للقيام بأعمال أخرى. أما أنك تتقاعس عن العمل فهذا يزيد إمكان الانسياق مع التيار السائد لدى اتخاذ قرار في المستقبل. ثانيا، لتزرع الثقة في نفسك وتنمي الثقة في نفسك، تدرج في سلم النجاح. إذا كنت من الذين لا يمتلكون الثقة بأنفسهم بعد، ابدأ بتحديد هدف متوسط واسعى للوصول إليه. بدل أن تستهدف تأليف كتاب مثلا وأنت لا تملك الثقة بإمكانية إنجازه، ابدأ بكتابة مقال. إذا كنت ترغب في فتح محل تجاري يدر عليك الألوف، ابدأ بفتح محل يدر عليك العشرات. من الحكمة أن تتدرج وتعمل على التقليل من رغباتك. ثانيا، لكي أيضا تنمي لديك الثقة بالنفس وتقويها، تحول إلى الطاقات الأخرى. لما تقف الحدود العقلية والجسدية عائقا في طريق تحقيق بعض الرغبات مما قد يؤدي إلى فقدان الثقة بالنفس، أو عندما تتجمع الصعوبات في طريق النجاح، فمن المنطقي أن تحول جهودك في اتجاه آخر مقبول، مستثمرا بعض المؤهلات التي تقودك إلى النجاح. فلا داعي في أي ظرف من الظروف إلى أن تفقد ثقتك بنفسك حتى لو فشلت في أمر ما. يعني الكفاح في سبيل هدف يستحيل تحقيقه عمليا لا يؤدي إلى نتيجة. ومثل من يسعى إلى هذا، مثل الأعمى الذي يصر على أن يبصر بدلا من أن يعوض عماه بتحسين حاستي السمع واللمس عنده. نحن طبعا كثير من الناس لا يستطيعون أن ينهضوا بأعباء مشروعات عظيمة ويرغبون مع ذلك في أن يكونوا قادة ومديرين، فهم يرضون رغبتهم المكبوتة عن طريق المناصب، كان يعملوا في قوى الشرطة ويحترفوا التعليم إلى غير ذلك من الوظائف التي تخولهم السلطة. نحن طبعا في مسألة أيضا الثقة بالقدرات نقول استنجد بشجاعتك في بعض الأحيان. كثيرا من الناس يقعون ضحية التردد، فهم عندما يواجهون خيارا صعبا يحتاج إلى تفجير طاقاتهم، يواجهون بعض الأخطار، يؤثرون السلام على اقتحام المجهول. المطلوب في مثل هذه الحالة أن يستنجد المرء بالشجاعة. يعني ما الذي يفعله الأشخاص الناجحون في الحياة وأولئك الذين يتخذون قرارات محفوفة بالأخطار ويتمسكون بها؟ هم يسألون أنفسهم ما هو أسوأ ما يمكن أن يحدث. فتحتاج أن تستنتج بشجاعتك في بعض الأحيان لتنمي ثقتك بقدراتك. خامسا، اعمل بالحكمة التي أنجحت الآخرين. إن لم تفعل هذا فماذا تفعل بدلا عنه؟ يعني يقول أحد الناجحين في الحياة، لما أخبرت أستاذي في الرسم أني قد ألتحق بمعهد الفنون في الشتاء، اكتفى بالتعليق السنوات الخمس المقبلة ستمضي في أي حال. يعني إذا سويت كذا ولا ما سويت كذا، أنت ما زلت في خمس سنوات. فشعرت أني لم ألقى التشجيع الذي انتظرت. تلك الليلة جلت النظر في عبارة الأستاذ وفجأة أدركت مغزاها، وأدركت أن السنوات الخمس ستمضي سواء دخلت في الرسم أم لم أدخله. فقررت في النهاية أن أدخل في موضوع الرسم. يقول بعد مضي خمس سنوات أصبحت رساما محترفا. سادسا، ازرع في الأرض الجافة أو الجدب. طبعا يعني أحيانا يشعر المرء أن لا خيارات لديه لأنه لا يملك تلك الوسيلة الضرورية، فكيف يمشي إذا كان كسيحا؟ وكيف يستطيع أن يصبح كاتبا إذا كانت يداه مشلولتين؟ فأنك قد تشعر أن لا خيارات لديك، ولكن هذا وراء، فدائما هنالك خيارات عديدة أمام كل حي. كل هذه الأمور تطور لديك الثقة بالنفس وتطور لديك أيضا الثقة بقدراتك. فمرة أخرى نقول بأن الثقة بالنفس تحتاج قرارات تتخذها لتبني دارا أو دارا مجيدة بيديك. طيب الله أوقاتكم بذكره، ولنا حلقات أخرى إن شاء الله من برنامجكم فن التواصل. فن التواصل، فن التواصل مع صالح الخالدي وجلال خويطري. تحدث أسمع الدنيا ونادي للعلا، هيا تواصل وصلنا فن وكن في المرتبة العليا. تحدث أسمع الدنيا ونادي للعلا، هيا تواصل وصلنا فن وكن في المرتبة العليا. برنامج فن التواصل مع صالح الخالدي وجلال لخويطري. ف
فأنت